هو احنا الاصلح والاحسن والصحي اكتر ان احنا نبقى ماشيين في حياتنا بنحاول نعمل اقصى ما نقدر في النواحي المختلفة من الحياة، في شغلنا، في علاقاتنا، في ان احنا لو ارتبطنا نحاول ننجح طب الحاجات. ليه هي مالت لرأي اخوها اكتر لما احنا علشان المفروض نعمل هي اقصى ما خافت، عندنا يا سارة؟ علشان هي خافت، وعشان غالبا هي وصل لها المسج اللي انا بقولك عليها دي عن نفسها، ان هي غير قادرة، ان هي اضعف، ان هي اقل. فبالتالي لما ابقى انا حاسة ان انا ضعيفة هبقى دايما عندي خوف جدا من مواجهة طبعا التشالنجز او اي صعوبات، تحديات. اي تحديات. هبقى دايما بميل لانه لا غالبا انا مش هقدر، فخليني انا في هو السيف اخوها سايد. طمعان فيها؟ مش شرط ما يعني، برضو حسيتيش مش في عايزين القصة نحكم كده؟ عليه، ممكن يكون خايف عليها، ممكن يكون هو ده وجهة نظره، هي دي رؤيته في الحياة. يعني مش شرط الهدف الوحيد يكون انه طمعان في فلوسها. يعني الخايف عليها يطلب منها او يقول لها انه مديون او يذكر بطاقة التموين وانه مراته بس في بتطلب برضو حاجات طلبات تانية كتير. في القصة تقول انه يعني ان هو مثلا كتب لها بيت العيلة باسمها. اه يعني برضو ما تقدريش تحكمي قوي من صفحة صح، مكتوبة في رسالة هي كلها احنا على كل بنحاول نطلع حل او بنشوف حل.